احنا بنقول كده الكلام ده الناس شايفانا توفيق، ومش بقول كده عشان حاجه، احنا بنشتغل سواء الناس شافتنا ولا ما شافتناش، لكن اقصد اقول ده بقى التزام عليكم مش ليا باذن الله يا فندم، للمصريين باذن الله. طيب يبقى النهارده انت بتكلمني على كل ما يمكن زراعته، ده فرع اربعه والجنوب بتاع فرع اربعه والريف المصري والتوسعات المستقبليه السنه الجايه، ما تقوليليش اه ويبقى صعب يا محمد عليهم. لو مطالب احنا نلبي المطالب، انما انا في مش 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 شرط تكون فقط المطالب هي اللي يعني ممكن تكون تقول لي المدى الزمني المطلوب ان احنا نوصل لكده مش هيبقى كفايه للسنه ديت. هو يا فندم احنا كشركه كزراعه قادرين نزرع، لكن اعتقد الترفيه يا فندم بتاع الارض هيكون 250 الف فدانه. طب ودي لا، انا اعتقد يا ايهاب قادر يا فندم. هترد عليا ولا محتاجين تدرسوا بصراحه؟ هي لم يترك الموضوع مسبقا يا فندم. ايوه، ولكن احنا من النهارده ان شاء الله هنبدا نشتغل في الدراسات، والبيانات موجوده مع الست اللي هو توفيق، وان شاء الله في خلال اسبوع نرد على سيادتك فيها ان شاء الله. طيب احنا برضو دايما معانا دكتور مصطفى الوزارات المعنيه، الزراعه والري ومش كده والكهرباء. الدكتور شاكر معانا؟ طب انت هيبقى عندك دكتور شاكر مشكله في ال، انا ما بتكلمش على شبكه الكهرباء في الداخل، انا بتكلم الخارجيه. هل احنا النهارده هيبقى عندنا مشكله لتوفير الكهرباء لل 150 الف فدان دول؟ هشوف يا فندم، احنا عندنا محطات متنقله تقدر ننقلها بسرعه، بس المهم الشبكات. انا عايز اعمل استقرار في الشبكه. ايوه يعني لا، انا بتكلم على خطوط رئيسيه بيتعمل منها الخطوط الفرعيه اللي هم بيعملوها داخل الاراضي. ايوه، وانت ما بتعملش الخطوط الفرعيه. انا عارف، انا بتكلم على الخطوط الرئيسيه. الرئيسيه. ايوه، تسمح لي برضه عشان احب ادرس وادي سيادتك. طب خلاص ان شاء الله. طيب طب اتفضل. نشكر سيادتك. دكتور محمد عايز يقول حاجه؟ الهيئة الهندسية بندرس المواصفات بتاعتها، وفي جامعة القاهرة شغالة، فبنراجع الثلاث جهات بيراجعوا على بعض، يعني جامعة القاهرة بتصمم، الهيئة الهندسية بتنفذ، احنا بنراجع على الاثنين وبنشرف على التنفيذ. طيب يعني انتم ما عندكمش مشكلة غير انك انتم طبعا بس هتقيموا الاجراءات بالظبط الهندسية اللي بتتعمل، مش كده؟ تمام. طب اتفضل. السيد وزير الزراعة عايز يقول حاجة؟ متواجدين بصفه دايما مع جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه وسياده اللواء توفيق. طبعا الارض فعلا زي ما حضرتك شفت كده بعد الحصر التصنيفي، برضو عشان اللي بيسمعنا ان الارض دي بيتم لها حصر تصنيفي وتحديد عناصر التربه وتحديد التركيب المحصوليه، ويمكن المؤشرات اللي موجوده على ارض الواقع مبشره وموجوده وتصلح لكل الزراعات. واحنا دائما هنا يعني احنا هنا عندنا، يمكن كنت في زياره قريب مع سياده اللواء توفيق، عندنا هنا مركز بحوث متخصص في توشكا، وعندنا وحده لبحوث الصحراء، وعملنا هنا وحده ميكنه زراعيه، فاحنا جاهزين ومتعاونين نقدم كل الدعم طالما ان المساحه احنا متاكدين، واحنا تاكدنا ان شاء الله انها قابله للزراعه وتصلح لكل الزراعات يعني. طيب يعني انتم مطمنين سواء كان من عمليه تصنيف التربه او الزراعات اللي تجود هنا او اي دعم فني اخر، زائد طبعا مراكز البحوث اللي انتم موجوده مش كده موجوده، وعملنا لهم كمان محطه ميكنه زراعيه برضو عشان التوسع، وموجودين معاهم بصفه مستمره. طيب متشكر جدا. شكرا. في حاجه ثانيه يا توفيق؟ يبقى احنا اتفقنا على ال 150 الف فدان دول مع ال 250 الف فدان دول، صح كده؟ احنا وعدنا سيادتك قبل كده ان شاء الله ان احنا هنموت في توشكا، وتوشكا تخضر باذن الله. لا مش وسيادتك قلت يا فندم، وسيادتك قلت عيش وعمره وخضر. عيش وعمره احنا يا فندم الشركه قادره باذن الله، واحنا عندنا اصرار ننجح باذن الله. متشكر جدا باذن الله. شكرا. اوامر يا فندم. شكرا. اتفضل. سيدي